ومتابعة لتطورات الأوضاع في العراق، ينضم إلينا من العاصمة البريطانية الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، ومن طهران الكاتب والمحلل السياسي مصدق مصدق بور. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد زيد العيسى من لندن. تداعيات الوضع في العراق خلال الساعات الماضية حملت كثير من التطورات، ربما أبرزها التصريحات الأمريكية المتعلقة بالتعاون مع إيران، ونعلم أن العراق حتى وقت قريب كان نقطة خلاف بين طهران وواشنطن. ما الذي تغير الآن؟ صحيح، في الحقيقة أن أمريكا خرجت من العراق مضطرة بعد رفض العراق لمسألة تقديم الحصانة القضائية للجنود الأمريكان، بالرغم من أن أوباما غير رأيه وأراد ترك 5000 إلى 10000 جندي. ولهذا أمريكا ظلت غاضبة خصوصا أوباما على العراق، ولذلك تم سحب المنظومة الاستخباراتية وعدم القيام أمريكا بتنفيذ وعودها من ناحية تسليح الجيش العراقي حتى تستخدمها كورقة لإعادة نفوذها. ما الذي غير هذا الوضع؟ ما قام به المالكي بعد سقوط الموصل مباشرة بإعلان فتح باب التطوع وإعلان تشكيل جيش رديف. أمريكا لا تريد جيش رديف، هذا خط أحمر بالنسبة له، لأنه هي اللي ساهمت وهي أسست الجيش العراقي الآن، وهي التي تتحكم بتسليحه وعندها نفوذ في داخله وأذرع في داخله. أي جيش جديد سوف تفقد أمريكا السيطرة عليه وسوف تفقد النفوذ عليه، ومسألة التسليح لا تستطيع أن تستخدمها كورقة. كذلك مسألة تدخل إيران، وهو تصريح روحاني في نفس اليوم الذي أعلن فيه تشكيل الجيش الرديف بأن إيران سأمت من هذا النمو والتطور والزيادة في الإرهاب، وأنها لن تتحمل نمو هذا الإرهاب وتصدير هذا الإرهاب إلى العراق من الدول المصدرة له، وسوف تتدخل مباشرة لحماية نفسها ولقمع هذا الإرهاب، مما دفع أوباما في اليوم اللاحق له خلال 24 ساعة من التصريح أن أمريكا ممكن أن تشارك وأنها سوف تقوم بعمليات استهداف عسكرية بالطائرات ولن ترسل هناك قوات. وأمريكا تخشى أنه من اعتماد العراق على إيران بصورة متصاعدة، فهي لا تريد أن يكون هناك أو يتحقق أي نصر في العراق بالاعتماد على قوات المتطوعين، باعتماد العراق على نفسه أو بالاعتماد بصورة مضاعفة على إيران، لأنه هذا سوف ينهي النفوذ الأمريكي في واشنطن بهذا الصدد. سيد فتحي من نيويورك، عفوا سيد فتحي، ما الذي يفرق أو الذي يجمع بالأحرى طهران وواشنطن في العراق ويفرقهما في كل الملفات الأخرى بما فيها سوريا التي شهدت تماما ما يشهده العراق في بعض المناطق؟ يجب في البداية أن نوضح أن المشكلة الحادثة حاليا في داخل العراق هي نتيجة لسياسات خاطئة قام بتطبيقها رئيس الوزراء العراقي المالكي، تشكيل الجيش العراقي تم بإجراءات من حكومة المالكي. المالكي عمل منذ توليه السلطة على إقصاء جميع الطوائف الأخرى في داخل العراق، عمل على تلفيق الاتهامات والوصول حتى إلى أحكام بالإعدام مثل ما رأينا في قضية الهاشمي على سبيل المثال. كيف تقوم أمريكا بتسليح ويقوم دافع الضرائب الأمريكي بالتسليح ليتركوها غنيمة سهلة لقوات الجماعة الإرهابية داعش؟ هذا كلام لا يتفق مع المنطق، لا يتفق مع الواقع، لا يتفق مع الحقائق، ولكنها حجج يتم تداولها لتبرير أخطاء المالكي. اليوم تنظيم داعش يعتبر أغنى تنظيم إرهابي في العالم، استطاع الاستيلاء على ما يقرب من 500 مليون دولار نقدا لنا وقت، لكن من البنك المركزي سيد في الموصل فتحي في نيويورك عن موضوع التعاون مع إيران تحديدا بشأن العراق. لماذا الآن الولايات المتحدة تستطيع الولايات المتحدة تستطيع أن تتحدث مع إيران؟ هم اليوم يتحدثون مع إيران في فيينا في إطار 5+1. الولايات المتحدة سبق أن تحدثت مع إيران
إبان العمليات العسكرية في أفغانستان. يوجد بعض الملفات التي يجب أن يتم التواصل بين جميع الأطراف. وإن كنت ألوم على الولايات المتحدة أنها لم تشرك شركائها الخليجيين المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت في هذه المناقشات حيث أن داعش لم تهبط من السماء بأجنحة مثل الملائكة. صحيح اللي نسمع رئيس سيد مصدق في هذه الجزئية. نعم سنعود إليك سيد زيد لكن لنسمع رأي ضيفنا في طهران هو موجود معنا وينتظر سيد مصدق فيما يتعلق بمسألة التعاون مع واشنطن. الموقف في إيران ضبابي حتى الآن، يعني الرئيس روحاني يتحدث عن إمكانية مثل هذا الاحتمال وتصريحات أخرى تنفيها جملة وتفصيلا. لو تطلعنا من فضلك على حقيقة الموقف في طهران من إمكانية حصول مثل هذا التعاون. نعم لحد الآن رسميا لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب الإيراني الرسمي طبعا في بشأن هذا التعاون، وحسب اعتقادي أن هذا التعاون غير مرحب به من قبل طهران، وسوف طهران أنها سوف ترفض مثل هذا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في موضوع داعش، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من هذه المشكلة. وكل ما في الأمر أن الذين يسمون اليوم بداعش ويحاولون الانقضاض على الشرعية العراقية ومصادرة الإنجازات التي تحققت بعد إسقاط الطاغية صدام حسين يحاولون أن يعودوا إلى السلطة بمساعدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم عندما كانت هناك فكرة الهجوم العسكري على العراق لإسقاط نظام صدام حسين السعودية تقدمت بمبادرة آنذاك وعرضت على الولايات المتحدة أن يذهب صدام ولكن يبقى النظام البعثي في الحكم. حين ذاك حسب التقديرات الأمريكية الأمريكيين لم يوافقوا على هذا المقترح واستمروا بخطتهم، طبعا تعاونوا وسقط صدام. طبعا كانت هناك إرادة وطنية شعبية عراقية لإسقاط صدام، وأيضا كانت هناك مساعدة اتفقت هذه المصالح ونفس الدول الخليجية كانوا يريدون تريد أن تتخلص من صدام حسين. واليوم كل ما في الأمر نحن نسمع أن هناك اتفاق بدأ يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بشأن إحياء هذه المبادرة، وعلى هذا الأساس هناك تحرك كبير لهذه الجماعات تحاول أن تعود إلى السلطة. هكذا تنظر إيران وتنظر الأوساط السياسية وحتى البرلمانية إلى ما يجري داخل العراق. الحقيقة الولايات المتحدة كما قلت هي جزء من المشكلة. لكن البعض لو تسمح لي أن أنتقل إلى السيد زيد في لندن، البعض يرى أن أصل هذه المشكلة هي بالفعل سياسة الحكومة العراقية، والدليل على فشلها اليوم أنها تطلب من جديد عودة القوات الأمريكية يعني تخلصها من نتائج الانقسام وأيضا الاحتقان الطائفي الذي أودت له أصلا هذه السياسات العراقية. في الحقيقة أن العراق لم يطلب من أمريكا الرجوع إلى العراق واحتلال العراق، طلبت مساعدات في توجيه ضربات إلى تنظيم القاعدة، وكذلك طلبت معلومات استخباراتية من الأمريكان. لكن دعني أرجع إلى نقطة مهمة، هذه الشماعة التي يعلقون عليها دائما من أنه هناك تهميش وأقصاء، في الحقيقة تنظيم القاعدة كان موجودا في زمن علاوي الذي رئيس الوزراء الأول بوجود الأمريكان، وكان قويا، كان موجود في حكم الجعفري وكانوا الأمريكان موجود هناك، وتم تشكيل الجيش العراقي بتوصيات بريمر الذي أشرف عليه نفسه. فمسألة الإقصاء والتهميش الأكراد موجودين في هذا الجيش وكذلك السنة موجودين في هذا الجيش. ولكن الأهم من ذلك أنه مسألة الإقصاء والتهميش هذه غير واقعية، والدول التي تردد هذه المقولة هي من أكبر الدول الدكتاتورية التي تستخدم الإقصاء والتهميش، وهي السعودية، وهي التي تتدخل في الشأن العراقي وكذلك قطر. يوجد هناك في الحكومة العراقية 8 وزارات لإخواننا السنة، وزارات للأكراد، نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس نائب رئيس وزراء من السنة. كذلك مسألة تطبيق قوانين الإرهاب طبقت بحذافيرها في المناطق الجنوبية في صولة الفرسان في البصرة وكذلك في العمارة قبل أن تطبق في المناطق السنية. المظاهرات قمعت في المناطق الجنوبية خلال 48 ساعة بين المظاهرات استمرت في المناطق السنية لمدة سنة كاملة ولم يتعرض لها أحد. كذلك مسألة هناك دائما يرددونها الأقلية والأغلبية، يجب أن نعرف أن الزعماء السياسيين هم مسؤولين بالترديد أن السنة هم الأغلبية، وبذلك
أمريكا يستخدمون منطقتهم لهذا الغرض. طيب يجب أن نعرف مهمة. لماذا زادت قوة القاعدة؟ إذا سمحت لي زيادة قوة القاعدة، إذا سمحت لي زيادة القوة القاعدة في العراق المسؤول أنا هو التمويل والتسليح والدعم اللوجستي الذي ذهب كذلك إلى من السعودية إلى العراق وإلى سوريا. تفضل. نقاط مهمة إذن سيد فتحي، إلى ماذا يستند كما يقول ضيفنا في لندن والكثير من المراقبين، لماذا يستند البعض ومنهم دول كالسعودية وقطر في اتهام الحكومة العراقية بأنها وراء التوتر وبأنها طائفية في وقت تتمثل فيها الحكومة من جميع المكونات؟ سيدتي الفاضلة، يستطيع أن السيد الملكي أن يعطي حقائب وزارية غير هامة إلى الطوائف الأخرى مثل الأكراد مثل السنة والتركمان، ولكن اسمحي لي، هذا النظام مفضوح منذ اليوم الأول. السيد الملكي وجميع وزرائه في دائرته الضيقة من فكره المذهبي المغلق كانوا جميعا يعيشون في إيران منفيين. نحن نتعامل مع ألعوبة إيرانية، فقط دمية إيرانية تحكم من بغداد. هذه أولا. ثانيا بالنسبة للأكراد، أنا لا يوجد لدي أدنى شك أن هذه المرحلة ستشهد ميلاد دولة كردستان العراق، وهذا ليس برغبة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بوضوح هذا اليوم على لسان وزير خارجيتها أنها مع الوحدة الإقليمية للعراق، ولكن الوضع على الأرض هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. أن تعلن دولة كردستان العراق. أما ثالثا غير صحيح. بالنسبة للأخ الذي يتحدث من لندن، أحب أن أنبه أنه عندما يقول أنه يوجد نائب رئيس من الأكراد ونائب رئيس من السنة، السيد الهاشمي كان من السنة، وماذا حدث معه؟ وهذا نموذج واحد من نماذج كثيرة وقضايا. بالنسبة للقوات الأمريكية التي اقترح الرئيس أوباما بقائها في عام 2011، رفض الملكي بشدة بقاء هذه القوات، واحترم الرئيس نعم. أوباما إرادته. طيب تحدثت عن موضوع إيران، ومعنا السيد مصدق لنسمع وجهة نظره في طهران. سيد مصدق، هناك اتهامات من قبل كثيرين لإيران بأنها تتدخل في الشأن العراقي، ويرى أولئك أن ذلك أدى إلى تأزم المشهدين السياسي والأمني. أليس هذا ما يحدث الآن بالفعل؟ وإيران تتحدث عن إمكانية التدخل اليوم بالفعل من جديد. الحقيقة أنا أستغرب عندما يقولون بأن إيران تتدخل، وعندما يقول هذا الأخ من نيويورك أن القيادة العراقية الحالية هم من تلاميذ طهران وكانوا في طهران. صحيح، ربما كانوا في طهران، ويجب أن يعلم أن العامل الجغرافي هذا شيء طبيعي. يعني دائما الدول المعارضة دائما تحاول أن تتموضع أو تتمركز على قريبة من بلادها، وإيران دائما هناك تفاعل إيجابي بين الشعبين الإيراني والعراقي في فترات التي كانت تتطلب النضال في داخل ضد النظام في إيران. يعني في الدورات قبل الثورة كان المجاهدون الإيرانيون يتوجهون إلى العراق. الإمام الخميني كان في العراق، وعندما عاد لم يقل أحد أن العراق هو الذي يحكم إيران، وهكذا بالعكس. هذه الأمور، هذه هناك لاجئين بالآلاف بالملايين موجودين في دول أوروبية وموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما يعودون إلى بلدانهم لا يقول أحد أن هؤلاء ربائب أو الولايات المتحدة الأمريكية دربتهم، وإن كانت الحقيقة هكذا. هناك مثلا كرازاي كان يعمل في القطاعات النفطية هناك، وشخصيات أخرى والولايات المتحدة الأمريكية دربتهم وحاولت أن تسلطهم على الدول الأخرى. الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بلدان جاران، هناك قواسم مشتركة عديدة تجمع بينهما، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول أن هناك تدخل، لأن الأمن العراقي هو أمن إيران. هناك مصالح كثيرة، هناك عامل الدين، عامل المذهب، عوامل كثيرة تجمع بين البلدين. هذه حقيقة ليس تدخلا. انتهى وقتنا عند هذا الحد. أشكر كل ضيوفي من العاصمة البريطانية، الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، ومن طهران الكاتب والمحلل السياسي مصدق بور. شكرا جزيلا لكم.